على خشبة هذا المسرح انتشر الأبناء، وعلى مقاعد الجمهور وجدت أمهاتهم وأخواتهم لحضور عروض يقدمها هؤلاء الصغار لذويهم الكبار، والتي نسجت في مجملها خيوط الفعالية هذه لتكون الأولى نوعا ومضمونا وربما مشاركة التي تقام على هذا الشكل في الشمال السوري، حيث بلغ عدد الأسر الحاضرة هنا 600 بين عائلة شهيد ويتيم وأخرى لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما ظهرت من زاوية أخرى أخرى جهود المنظمين واضحة في مهر كل فقرة من فقرات الحفل بخاتم العنوان العريض الذي أقيم من أجله، والهادف لزرع الأمل في نفوس الجميع حاضرين كانوا أم محاضرين. غنينا غنيت عالمي وغنيت ما مسلم حالنا وبعض الاغاني كمان، وكان في فرقه مسرحيه كمان شاركت فيها، ففرقه بكره احلى، وان شاء الله دائما راح يكون في كمان شيء جديد ان شاء الله رب العالمين. فقرات الحفل هنا تنوعت بين أغاني غناها الأطفال وكلمات ألقوها ومسرحيات مثلوها وعروض جسدت واقعا عاشوه ولخصوه بطريقتهم، ليخرجوا بعد كل هذا بإيمان راسخ حاملين كتابات تلخص ما خرج آباؤهم الراحلون لتحقيقه، ومؤكدين عبر هذه المشاهد حقائق أكبر من أن تخفيها إرادة القاتل حسب وصفهم، فالإرهاب ليس منا ولسنا منه هكذا قالوا، وستبقى البسمة سلاحا يواجهون به الدبابات هكذا كتب وغنوا، والنصر حليفهم مهما طال الزمن كما كان شهداؤهم قد تمنوا، والقول لهم أيضا. اليوم نحن جينا لهون ومثلنا مسرحية وفرحوا الأولاد وفرحنا نحن، وزعوا لنا أكلات للأطفال، فرحوا كتير. أجواء الترفيه أيضا لم تكن غائبة عن هذا الحفل الذي تم خلاله إجراء مسابقات عدة، إضافة لرقصات وأغاني وأناشيد كانت فسحة لهم للعب وإظهار الفرحة التي بدأت بها هذه الفعالية واختتمت فيها أيضا. بكرة أحلى عنوان هذه الحفلة الترفيهية التي يشرح عنوانها مضمونها، والتي تهدف إلى زرع الأمل في نفوس هؤلاء الأطفال. إبراهيم الخطيب، أورينت نيوز، ريف حلب الغربي.